بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. مرقى غوري سبحانه يا ضوء مهدقيا أمام بهو أنت محمد الخير سومالي لأن ملك ستيتشوغان قارهان مدام عنكو عصبهي وكان كحسبه كل مية وحسي قاروسي مهدقيا ودقا فلنت حسبه كل مية وكودهان يقول شرفي إن كم من نقضه وكان كحسب كل مية وها حسب يعني مدبضا نسو الشقينني يبهو أنت جودهان يتعجر ياشا حسب كل مية أنت با وعن كلو إسلام هاي سمعنا الله وحكوت تا مرحلة سياسية وكرجور ورنتي أباهان إن ستحذر له خوف قصته موادني وقفكره منطقة سومالي لان كتالو ومنطقة تاريخيا ليبيار آن ليبياري هشيسكي دوان تاريخيقا هاي مدحوينها جمهورية سومالي لان يريز الساروه يتوبيا اي وضا قلين اما بمنطقة فانترستان ديكي هشيسكو وصوصع الهاي وحكا قيلال سيهي اما ابو ري هذا هو بدن ومدرير سومالي لان لغو سو جهيني ايوه لباتوين بدن اولسكو ديهيو ان لغو ويقو من نماذا ايوه قران نماذا ايوه امذا هانشاه رير سومالي لان وحانقوب كستو موادن ورير سومالي لان قولة تلين اياه اني مانتا اوبا هانتا سومالي لان انك عماها لايس قبصدو نوع كستا اي حسب كستا ايوه ارر كستا او ايهي ووقت يدي قرن لماذا قعمها اللي سوق أبصر لها واللي فهم لها إن سومالي لان ما انت ليه هاي عادو أمي دوبي إن أي مدح بناني دو ده إيو دانهو ده سياسي كهوري ماد تلادا عن موادين ترهير سومالي لان وشيدين إياه واطع وحكستو قرن كاني ودن أمو ده أمو ترهير سومالي لان وحا خصب كوا ان مدحدو كشقيسو وحيدن لو مودو ومدرهي سوماليا دستور بينو لينهاي قريال بينو لينهاي مدحوينيال بينو دورناي حزبيينو لينهاي اورورينو لينهاي سيستم شقايا او كرا دنبين لبينو لين وحان اسلايح انو مسير كينا سياسيغا إن أدوى فريسانا وحينا كتاهي شرف دارو إيوه إنغو أنكرون شيئين هو نغوصتكي أي نوكا غوصاني أما ديبو غلان نغرني حرني مدينة يسو تقي لحنك ورخام وادن كستوحان ليا هاي حقبا كاسار هداي تهي هو دا ريسو مالي لان هداي تهي دفاع حدودها هداي تهي وضا نغران شاها هداي تهي مدني ماذا يا هذي تاي إلى أن تقرني ماذا جود يا أمد رهير سومالي وحنا وين نكون كلا دوّنا هاي وحنا إسقام الدنيا وعهبون وح أن نكون كلا دوّنا ووح جودها أو حسبي هذا هي أوراد سياسية وحنا إسقام الدنيا نهاية وقرني ماذا إيو دن تجود يا أمد رهير سومالي هذي نن دن تجود ولا إلى أن تجار كا حسبي هذا هي دناها لوكال كا أن نكون لا نهاية مش شقينا يا marka muwaadin kasta waxaan kula talinayaa inaynu taguud ilaalino tagaarka ana marka ay haboonato waxaanu diidayaa de inaynu ururada iyo xisbiyada ku kala faylo ma jirto oo ku tartano marka inaynu labada kala garano ayaan uma dareer Soomaaliyeen soo jeedinaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa meel kasta joogan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh